السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ المهم في جيت ليكم فيديو اليوم أو روتي اليوم، جيت نتقاسمه معكم ونبارطاجي معكم هذا النهار هذا. وقبل البنات ما نبدا معكم، بغيت نقول لكم شكرا لكم ولهلي خطيكم على التعيوات الزوينين ديالكم. شكرا شكرا لكم بزاف بزاف، والله يفرحكم كيف ما كتفرحوني. شكرا لكم البنات على التسول ديالكم، شكرا 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 لكم. المهم هنا كيف ما كتشوفوا البنات، غنتقاسم معكم كيف قلت لكم هذا النهار اللي جيت نشارك معكم البلاصه ديال الجمله اللي كناخذ منها البنات جميع الخضر عندهم تبارك الله، وعندهم هذاك الشيء جديد وزوين. جميع البنات ديسير هنا عندهم، حتى التفاح اشكال وافسوس الصراحه هنا وكيحسبوا عليك حتى بثمن مناسب. ما كيعرفوا زكريا كياخذ من عندهم ديما، وخاصه الا لقيتي شي واحد قسم معك بحق الصندوق كيطلع لك بثمن مناسب. وهنا حنا لقينا طالياني وقسمنا معاه هذاك الشيء البنات، خدينا العناب، خدينا المهم خدينا شحال من حاجه. ملي غنمشي للدار ان شاء الله غنتقاسم معكم اشنو خديت ونشارك معكم، تشوفوا الخضره تبارك الله كي دايره. المهم هانتوما البنات التفاح هذا، المهم غندير لكم واحد الجوله فيه. هاد الطريقه هادي البنات بحكم كتملا خديتي بحكم في الجمله كتاخدي دي سير زوين وكتبرعي، وفي نفس الوقت كتقتصدي على راسك، وخاصه يعني اللي عندها الثلاجه كبيره تاخد، ما غتخسر لك لا خضره لا والو، لانها تبارك الله خضره جديده هنايا البنات كيف ما كتشوفوا. هانتوما درت لكم جوله، وهنا عجبني الصراحه هاد البروني هادي، استقنا لقينا طالياني قسمنا معاه داكشي قسمناه معاه الصراحه. وهنا البنات تمشي للدار ان شاء الله ونتقاسم معكم اشنو خديت. البنات رجعت معكم، خصكم جات للدار، دست لبست حيت عليا الحوايج ما نقدرش نشقى بحوايج ديال الخروج، عزيز عليا نشقى بالبيجاما وزي في حياتي. المهم البنات قبل ما نشارك معكم اشنو خديت، عرفتوا هاد البلاصه هادي صراحه فيها داكشي فريش يعني جديد وثمن مناسب، وخاصه البنات الا كنتو بحال كنتي وجارتك شي مغربيه بحال حداك، وحتى طالياني حنا لقينا واحد طالياني سخنين قاسمين معاه بحال اما البطاطا وهذه البصله، وعرفتو كطلع لك في 60 شندازن الكيلو يعني مخيره البنات كتقتصدي على راسك. واحد الاخت اللي نجاوب، واحد الاخت اللي قالت لي زهره انا حضرت معايا، عيطت قالت لي ضروري نهضر معاكم، مسكينه ومعيط عليا. المهم هما جوج اخوات هادو كيهضروا معايا في هذا الموضوع، واحد الاخت قالت لي راجلي كيشد جوج المليون ونص وكيخسرها كامله، كيعطيني 60 باش نتقدى من غير الضو من غير الغاز من غير اللحم غير 60 صافي كيعطيني هاد. المهم هادشي اللي كيعطيني قالت لي وكيجيب لي شي لاخر وصافي كيقول لي خلص راه كملات. اش نقول لك بالنسبه لهاد الاخت هادي، راني ديجا جاوبتها قالت لي ما كيسمعش راجلي شويه فلوس كيخسرهم غير في القهاوي غير في الخروج غير في البنات. انا تانا راجلي كان واحد النوع اللي ما نقولش لكم، خاصه قبل ما تزاد صابرين كان واحد الراس قاصح، يشوفني ويوخى عليك، واحد الراس قاصح البنات اللي درت مجهود باش يتبدل، يعني واحد درت مجهود باش راجلي نبدلو باش راجلي يعود يسمع ليا، وخاصه ماشي يسمع ليا يسمع ليا ثاني في حدود، ولكن الحاجه اللي تكون يعني عندها كنصحوا راه هذيك هي اللي كاينه. راه البنات راه كاينين شي رجاله اللي راسهم قاسحين، يعني انت ما عمرك طلعي مع راجلك ضد الا ما سمعش لك هذيك الساعه بدلي ساعه اخرى. انا دائما ماشي غير تقولي ليه المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه صافي تحسي تقولي راجلي صافي ما كيسمعش، لا البنات انا راجلي كان واحد كيف قلت لكم كان في شكل ما كي ما على بالوش ما، ولكن بقيت كنسيست يعني نهار على نهار نهار على نهار كنبقى نسيستي معاه كنبقى نصحو لا، وكنقول ليه شوف فلان شوف فلان هذاك غادي مزيان حنا بغينا نكونوا بحقك، يعني دائما كنوريه الانسان اللي زايد عليه ايه ما كيتقبلوش في الاولى، ولكن ماشي ماشي تديري قولها لي بالضد ولا لا بالخلاوه. قال لك المراه الحلاحه غلبت السحاره، يعني كتبقاي ماشي تقولي لي هذاك الشيء كمعيور لا، غير كتوريه بواحد اللطف بواحد، واش فهمتوني البنات؟ وماشي قلتيها ليه مره لا،
ولاني المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه نقول ليه انا لا لا طال 10 المرات نبقى معاه حتى يهديه الله. هاد الشيء اللي كان المهم هاد السيستيم اللي كنت دايره مع زكريا هو اللي شاركته معاكم والحمد لله. وكيف قلت لكم البنات دابا انني وحاجه اللي نوصيكم عليها البنات اللي ما كيخليهمش رجالتهم يتقداو لا نتوما سيستيو باش تخرجوا نتوما تقداو حيت دابا انا كيف ما كتشوف كنخرج نتقدا انا وراجلي غير انا راه فيا ما نخرج انا نتقدا ولكن على حساب الثقل على حساب حيت ما عنديش طوموبيل على حساب انا ما كنسوقش فهمتوا البنات. اما ملي نشد البيرمي ديالي وحاجه اخرى ثانيه ديك ان شاء الله نعود نتقدا راسي بلا ما نعذبوا واجي من الخدمه من تمر وداك الشيء نقضي الراس هكا تكون يا البنات هكا تكونوا. المهم رجعت ندوز نشارك معكم دابا اشنو خديت واي ناس اي سؤال خليو لي انا في التعليق راه نجاوبكم. المهم غندوز نشارك معكم البريوش حتى هو باغي نديرو اليوم الكوتي وهانتوما معايا اخواتي هنا البنات غنشارك معكم اشنو خديت. كيف ما كتشوفوا هنا خدينا صندوق ديال الخوخ عجب لي هذا الخوخ هذا خدينا صندوق وخصينا قسمناه مع الايطالي كيف ما كتشوفوا هنا خدينا حتى واحد الصنيديق اللي تا هو خدينا منه كيف ما كتشوفوا العنب هنا هذا المزوينات وهذا كيعجبني هذا العنب هذا وخدينا البنات التفاح تا هو خدينا صندوق وقسمناه مع الايطالي هانتوما وخدينا البرونيا هذا الكحل هذا تا هو البرقوق الصراحه تا عزيز عليا زوين وحلو زوين بزاف وخاصه اللي عندهم المشام مشكل القبط البنات هاد البرونيا راهم كينفعوا اللي عندها مشكل القبط. المهم هنا كيف ما كتشوفوا حتى الربيع كتاخذي فابور وعطاونا المهم كيعطوك الربيع الكرافس غير انا الكرافس ما بغيتوش لانه ديجا عندي. شوفوا البنات تبارك الله العنب كي داير شوفوا البنات المزينات والصراحه كيف قلت لكم يعني عندهم داك الشيء وزال وتبارك الله هاد ديسير راه يدي ليا واحد المده وخديت البنات شوفوا البصله خديت صندوق حتى هو كنساه كنبقى ناخذ بالقساطه ونايورت شكوانطه للكيلو اللهم كتمشي تما كنطلع لك بالستين شنطه كتطلع لك رخيصه القضيه صافي خدينا السويله وهذا الشيء اللي خديته البنات. المهم هنا البنات شارك معكم البريوش اللي شفتو البنات في الاول هذه كتقدروا ديروه حتى الطريقه كالشهده البنات كتبقى نتوما كتلعبوا على المول اللي غديروا فيه. هنا كيف ما كتشوفوا البنات عندي كاس ديال الحليب اي كاس عندكم يعني ماشي نقول لكم الكيسه اللي كتشربوا فيهم اتاي كاس ديال الحليب البنات يكون دافئ وكاس ديال الماء يكون دافئ وعندي هنا واحد الملعقه كبيره البنات ديال خميره الخبز كيف ما كتشوفوا ملعقه كبيره عامره ديال خميره الخبز هانتوما البنات المهم العبر قدامكم باش تشوفوا العبر. المهم انا المقادير غنخليهم لكم في الصندوق الوصف وهذه الطريقه هذه البنات كونوا اكيد غينجح معكم البريوش. هانتوما البنات كديروا هاد الخميره كديروا السكر بالنسبه للكاس ديال المعامرش ديال السكر سنيده وكاس ديال الحليب وكاس ديال الماء دائما كنقول لكم يكون دافئ صافي البنات وغنخلط هنا هاد العناصر كامله. المهم راه حطيت انا كاس ديال الماء دفيته واحد شويه عاد غنضيفه هانتوما البنات تدفيته شويه عاد ضفته صافي وغنغطيها البنات حتى تطلع لي هذيك الخميره هانتوما غطيته وخليته غرجع معكم. من بعد البنات ما طلعات هذوك الخميره كيف ما كتشوفوا الطريقه هذه كونوا اكيدين ان البريوش غينجح معكم. صافي هنا البنات عندي واحد الساشي ديال 7 غرام ديال السكر فاني عندي نص كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا وعندي البنات واحد البيضه اللي غناخذ البياض البيض ديالها وبالنسبه للصفر غنخليها البنات حتى نديرو حتى الاخر باش غندهن البريوش عندي. صافي هنا كنكمل البنات الخليط كنبقى نخلط وغنضيف البنات واحد الملعقه واحد الملعقه صغيره مهم بالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق ضروري من واحد القبيسه ديال الملح حتى هي كنضيفها البنات من بعد ما كتضيفي الدقيق. صافي وكنبقى نخلط البنات غير بالخلاط اليدوي كيف ما كتشوفوا البنات وكنبقى نعبر. المهم بغيت نوريكم هنا شحال خدت لي تقريبا البنات ديال الدقيق انا هنا هاد الخليط هذا خد لي البنات تقريبا واحد 550 غرام المهم تقريبا البنات نص كيلو واحد شويه اللي خدت لي ديال الدقيق. المهم على حيت كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق انا كنجرب الدقيق ديال البنات ديال ليدل ما هو ديال ايروسبين كل دقيق وكيبقى النوعيه ديالو. المهم هنا كيف ما كتشوفوا البنات كنبقى نضيف الدقيق
وكنخلط مزيان مزيان، يعني هذا البريوش فاز زوين، ما كيحتاج لا الدلكي لا والو، وكيجي البنات ناجح وكيجي خفيف بزاف بزاف، وغيحمر وجه ديالك البنات كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خلطته غطيته خليته حتى خمر، وعاد رجعت معكم هنايا البنات. كتاخدي المول اللي عندك، بغيتي تاخدي المول دائري كتجيك الشهده، بغيتي ما ديريش في المول الدائري بحال انا درتو غير في المول المربع، كيبقى لك انت هي الاختيار البنات. هنا كتقولي لي صابرين ملي كديري في المول الدائري. صافي البنات درتها غير في هذه على حساب هذه الكبيره ما جاتنيش، صافي درتها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، وغنغطيها حتى تخمر عندي يطلع عندي، عاد غنرجع معكم. البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما خمرات عندي، ها نتوما عندي هنا البنات صفر البيضه اللي كنت خليت، صافي غندهنهم مزيان مزيان، صافي وغندخلهم البنات ديركت للفران. صافي البنات ها نتوما، صافي وغندخلهم الفران بلا ما ندردر عليهم حتى حاجه دابا، حتى من بعد من نخرجهم من الفران عاد نتلاقى معكم. صافي هنا البنات من بعد ما خرجات من الفران كيف ما كتشوفوا كدهنوها بالكوفيتير او بالعسل او بالناباج، كيبقى الاختيار ديالكم واللي عندكم موجود في الدار. صافي هنا البنات طحنت شويه اللوز كيف ما كتشوفوا، او تقدروا ديروها البنات زينوها باللوز. كيف قلت لكم صابرين هذه كتقول لي ماما البريوش ديال الطرطروقة. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا غنوريكم البنات واحد الطريف، ها انتم البنات كيفاش كيجي، راه كيجي صراحه غزال، وكونوا اكيدين انه ناجح مليون في المئه، يعني ما غيخيبكش. ديريه بوجهك حمر، هاد الطريقه اللي عاد معتمده عندي. وما ديروش البنات تاني مول ضيق بزاف، راه البريوش يجيكم معجن، احسن ديروا يعني مول ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير بزاف. صافي هانتوما البنات كيفاش كيجي، الصراحه كيجي غزال وفن، كنتمنى تجربوه وردوا عليا الخبر، بما ان البنات جميعا اللي كيجربوا وصفاتي والوصفات كنشارك معكم الوصفات الناجحه اللي ما تعذبكم ما والو، واقتصاديه دائما، وفي نفس الوقت كنتهلاو في وليداتنا وبشي حاجه اقتصاديه، ما كان نخسرش فيها الفلوس بزاف. هادشي اللي كان الغزاله ديالي، وهنا غنحبس معكم الفيديو، نقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم، وسج دائما انني احبكم في الله وله لي خطيكم عليا.